الطفولة تكون بعيدة عن الحلم، عن الخيال. بتصير رحلة الحياة أصعب. مش أول مرة بتجي لهون ولحالك. أنا بعد ما طلبت شي بس باخد معك كيس ويسكي. ايه رقم الريفرنس عندي؟ ايه برجع له بعت لك اياه. يلا استاذ هادي. شو الجوز؟ وصلت الدموزيل. اهلين، خليك تفوت. يلا تفضل. بعثت لك اياهم على الواتساب للريفرنسات تشوفهم. ايه بونجور. انت شو جابك لهون؟ ولو هيك تستقبلني؟ شو نسيت اللي صار بيناتنا؟ رانيا شوفي، اللي صار بيناتنا كان ليلي وخلصت. وخلصت. ليش عم تحكي معي بهالطريقة؟ انت عم تهينني؟ حس كأنك عم تشحطني؟ مزبوط، هذا محل محترم واللي مثلك ما لازم يكونوا فيه. بس انا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقة. انت مين تسمحي لي هولو؟ اذا بتريدي ما عندي كتير وقت ضيعه، خلي احسن. ما بدك تعرف على القليلة ليش جاي لعندك؟ ما بهمني. بليز فلي كون احسن. في شيء؟ ما في شيء؟ جويس، هيدي البنت على الشركة ما بتفوت، وإذا اضطريت تحكي مع الأمن احكي معهم. أوكي، ما بدي أشوفها هون. تكرم. مفهوم؟ أكيد، حاضر.
بونجور، جاية من البنك بدل مدام جان، بدل مدام جان دارك، لأنه هي أخذ فيكيشن. إيه أهلين، أهلين. ريما، تشرفنا، تشرفنا. في معي ورق لمسيو هادي لازم يمديهم. أنا مسيو هادي. تفضلي. ميرسي. تفضلي. ميرسي. أنا وصلت على بعض مش عم بحكيك بعدين. مرحبا. مرحبا. بشو فيني ساعدك مسيو؟ ما عرفتيني؟ بلا أكيد عرفتك، بس بتحب أنا ساعدك ولا بتحب تفوت تحكي مع المدير؟ لو بدي المدير كنت رحت لعنده دغري. أنت بتحبي أكل العربي ولا الأجنبي؟ باردون؟ 8:30 بكون عندك. تذكرة رقم 8 الكونتوار 1. مين هيدا ريما؟ صاحب الشركة. ما تقولي لي كنت عنده امبارح. تذكرة رقم 9. امبارح تعرفت عليه، اليوم جاي يعزمك على العشاء. قال لي الساعة 8:30 بيكون عندي. وين يعني عندي؟ بعتذر إذا نطرتك أستاذ، بس صراحة تليفونك فاجأني. كنت مفكرتيني عم بمزح، بس قلت لك إنه 8:30 بيجي لعندك؟ لا، يعني ما أنت فليت من البنك وما سألتني شيء، ما كنت متخيلتك إنك تعرف وين بيتي، تعرف رقم تليفوني. بقدر أعرف كل شيء، ملفك الشخصي. إذا مشكلة بالسيارة منغيرها. لا، المشكلة مش بالسيارة، بس صراحة هيدي أول مرة بطلع مع إنسان ما بعرفه. إيه، وأول مرة كمان أنا بنطر بنت ربع ساعة ما بعرفها. يلا.
أكيد عم تسألي حالك ليش عازمك على العشاء، ما هيك؟ إيه صراحة طبيعي يكون عم أسأل حالي، لا؟ إيه بلا طبيعي. مشان هيك أنا رح ريحك وفوت بالموضوع دغري. أنت مجوزة شي؟ أو خاطبة؟ أو في حدا بحياتك مثلا؟ مش مفروض هيدا الشيء تكون بتعرفه من ملفي؟ أنا بدي أعرفه منك. لو أني مجوزة أو خاطبة أو في حدا بحياتي ما كنت بكون قاعدة معك هون أستاذ. أنت ليش حكمتي دغري هيك على الموضوع؟ بركي أنا اسمك على العشاء مثلا أو شغل. بعتذر، يمكن إيه مزبوط، يمكن أنا فهمت الموضوع غلط. بالعكس فهمتيني كتير صح. بعدين عايتي لي هادي، لا أستاذ ولا حضرتك ولا مسيو ولا شيء، وخلينا بلا لف ودوران. أنا عم نبش على شخص نكون جديين مع بعض. مين بيعرف يمكن زواج؟ يا زلمة طول بالك، ما بقى تقولي لي طول بالك خلاص. شو بدك إلك يعني؟ ما تقولي شي، خليكي ساكتة بيكون أحسن. إعال عصب إنه إذا عصبت بيمشي الحال؟ شو منقتل حالنا يعني؟ ليش بدنا نقتل حالنا؟ طالما رح نموت من الجوع إذا ما لقيت شغل. شو متشائم؟ ما قلي جلادي اسمعنا، قلنا شهور عفرترني ولو؟ لأنك مش عم تفهمي علي، لأنك مش عم بتحس اللي أنا عم حسه، لأنك أنت وبنتك بغير دني. سنين اشتغلت بهالشركة، أعطيتهم كل اهتمامي وإخلاصي ومحبتي، بالآخر شو عملوا؟ ليش أنا وبنتك مش عم نتشحر معك يعني؟ يا زلمة قول الله، بكرة بيمشي الحال وبتلاقي شغل. لو بدأت شتي غيمت، صرت باري نص شركات البلد وما حدا عم يقبل يشغلني. ما تنسى بالنسبة لعشية. شو في عشية؟ أهلي عزمينا على العشاء على شرف العرسان. يا ريت فيي انسى، ما إلي نفس شوف حدا اساسا. يا عمرك ما تروح. شو ماشي الحال او بساعدك؟ لا ماشي الحال. كم مرة صرت قايلت لك إنه هالحركات أنا ما بحبهن؟ أنت بس قولي لي شو بتحبي لأكون تحت أمرك. أنت بتعرف كتير منيح أنا شو بحب ومين بحب. رح ضل وراك لفرجيك إني غلطانة. لك يا عمي، أنت بأي طريقة بتفهم؟ أنت اللي بأي طريقة بتفهمي، إنه أنا وياكي جماعة معلمين ومسقفين وبنحكي لغات. سمر، نحن اثنين مهندسين قد الدنيا. يا ريما كيفك ماما؟ وينك؟ ألو، ليه صوتك هيك؟ لا ما بني شي، ما بيشي صوتي. أنا وهادي عم نتغدى برا. مش ناسين، مش ناسين، وحياتك مش ناسين.
أي ساعة بدك نكون الليلة؟ 10 تسعة تسعة تسعة. عم بيقول هادي إنه للتسعة تنكون عندكم. شو منجيب معنا؟ ما تجيبي شي معكم. أوكي باي. بكي شي منى؟ لا حبيبي عفوقة بديك تاخذني على السوبر ماركت، في كم غرض بدي اياهم للعشية. اكتبي كل شي بدك اياه على ورقة وما تنسي شي ابدا، احسن ما تعذبيني مثل العادة مشوار تاني. يا رب يا رب شو بدنا. واصل حبيبي؟ شي ساعة. طيب يلا اعطيني شي خمس دقايق بس لغير تيابي ومنمشي. بعدك مررة تلبسي الفستان اللي قلتي لي عنه؟ ايه. حبيبي لشو معذب؟ عجبك؟ كتير حلو. مبين غالي مثل العادة. ما في شي بيغلى عليك. بس حبيبي خلص بكفي هالقد، جواريري ما بقت ساعة. قلتلك مليون مرة طالما الله مقدرني وعطيني عمر رح دلجيب لك هدويات. وما بتفرق معي وين بتحطيهم. خلصتي؟ واو. ايه خلص. واو 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 بتاخذ العقل. فرجيني شو حلو هالحمرة. انا برايي لازم نمشي احسن ما تضطري ترجعي تحطي ميك اب وحمرة عن جديد وتغيري تيابك. هادي شو؟ خلص عارفه انت من وقت ما فتت على حياتي كل شيء تحسن عن جد. اول لحظة شفتيك قلبتي لي حياتي فوق انا تحتاني. انا كمان حياتي تغيرت من ورا من أول ما تعرفت عليك من أول ما شفتك. نمشي؟ نمشي. نمشي. يلا. بعرفك مش مبسوط باللعب بس أنا مش عم فيي ركز. مش عم بقدر نيم حتى. التفكير رح يقتلني. لك يا ابني هذه أزمة على الكل.
ما تعتل هم، الله بدبر. نحن هنبقى حدكم بقدر المستطاع حتى تلاقي شغل وتدبر حالك. الله يديمك عمي، أنا ما كان هيك قصدي أبدا. خيرك خيرك فايد علينا بعد فيه. الله يخليك بابا، قل له مش مشكل إذا واحد بقي شوي بلا شغل. نطق بدري، أنت مين طلب منك تحكي؟ مين طلب منك تدخل بالحديث بينه وبين بيك؟ أنت ما عم تفهمي إنه أنا ما بقى فيه اشتغل حيالة شيء، كبرت. ما عم تستوعب بنتك إنه صعب كتير الإنسان يشتغل بشركة بعدين تعلن إفلاسها، يطلع بلا تعويض بلا ولا فرنك. خلص ولو خلص، أصلاً أنا ما بقى لي نفس اسمع زيت الموضوع. يا جماعة القصة ما بدها كل هالتعصيب. روق روق، طولوا بينكم. ما بدها تعصيب لشاب مثلك، لورا ولا قدامه، مش لرجال مجوز عنده ولاد. كأنك ناسي يا مرت خالي إنه أنا عندي أمي وأدويتها وهم عمليتها، وإني بيشتغل شهر وبقعد عشرة، وهذا كله لأني مش عم لاقي شغل مثل ما بدي وعلى ذوقي. أنت مش عارف شو بدك يا أمر. أنا يا ابني ما بدي منك شيء، كلهم كم يوم وفير لي عن هالدنيا. الله يطول بعمرك يا أختي، ليش عم تحكي هيك؟ شيل فكرة العملية من راسك يا أنمار. من يوم اللي عميت لليوم كل الحكماء أكدوا إنه من المستحيل إرجع أقشع من جديد. يا ربي ما تقلبولنا إياها دراما هلأ بشرفكم. أنا وطارق عم نتكفل بمصاريف أمك وإدويتها، أنت عليك تدبر شغل وتأمن مستقبلك. خلص بقى، فزيت فوق 30 وبعدك على الارض يا حكم. والله اكثر واحد مرتاح فينا واخر همه المصاري هو طارق. انت همك الوحيد انه كل ما تشوفنا تحكي عن هالموضوع، بدل ما تحسده لطارق عمول مثله، كون رجال شهم وبني حالك بحالك. الحظ الحظ يا سمر، الحظ ما بتسملي. بس انا ما بعبر الحظ بتسملي، اللي عملته كان بجهدي وتعبي. ولا مرة حدا بحياتي قال لي خد ومد لي ايده. الو هادي، انا بلبنان بدي اشوفك. ما بهمني انت وين، ولا بدي اشوفك ولا بدي اسمع صوتك. لا بدك تسمعني، عجبك او ما عجبك. وليه غيرت قفل البيت؟ عرفت لاني هلا قدام الفيلا. وصلت معك لوائحه لهون؟ ما خصك انا وين. لكن ندى مش عامل مطرح ما جيتي، لانه بتشوفي شيء ما بيعجبك اذا شفتك، وبتعرفي رده فعلي قديش بتكون قويه. هادي ما تنسى انه ما فيك تلغيني من حياتك من هلا لاخر يوم من عمرك. خلاني مش عارش. مع مين كنت عم تحكي على التليفون؟ لو بدي اقلك كنت قلتلك، ما تسأليني بليز. ليه عم تحكي معي هيك؟ عادي سألتك مع مين عم تحكي على التليفون. بليز ريما، هادي أنا مرتك، فيني أسألك بحق اللي أعرف مثل ما أنت بتعرف. بعتذر منك بس ما في شي ضروري، ما حدا منك.
عامله؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما قلت لها لمرتك ما تتعذبوا وتجيبوا شيء. يا عيب شو ما في شيء بقيمتكم. مبروك. ميرسي الله يخليك. مبروك. ميرسي. أنت عارفة إنه أنور هون؟ لا شو بده يعرفني؟ حبيبي انت كنت منهارة على التليفون ومستغرب اللي اجيت بهالسرعة. لا عم تبكي. وائل هادي ما بده يسمعني ولا بده يشوفني. يا ريت حبي لك بيقدر يعوضك عنه. اشتقت لك. اللي بيسمعك بيقول انه نحن ما قضينا 3 اشهر مع بعض. عم نشتغل سوا كل يوم وما بيقول انه رجعنا زيت الطيارة على لبنان. هذا الشيء ما بيمنع اني اشتقت لك. ايه لا صار لازم. حلوين الاولاد بالبيت، بزينوه بيعطوه حياة. مش كل ما جينا لعندك خالتي بدك تفتحي لنا نفس السيرة. بكره بنجيب 10 اولاد، مش هيك حبيبي؟ طلع الله بريد سمر. أنا الماما والبابا وعدوني بخي أو أخت بعد أقل من شهر حيصير عمري 13 وبعدهم بيعدوني. بس يا بنت أنت صارت تحكي كلام أكبر منك. طيب ماشي الحال قطع لنا إياها. بس هادي وريما شايفكم ما عم تاكلوا الظاهر أكلين قبل ما تجوا؟ لا بس أكلنا شوي مأخر الغداء كان مأخر شوي. بس انا وقت حكيت ريما كان الوقت كثير بكير وقت كنتوا عم تتغدوا. قلت خالي خالي ليش هيك عم تحرجون للعرسان؟ بلكي متفقين ياكلوا لقمه معنا على الماشي ويروحوا يكملوا عشاهم برا لحالهم. عشا رومانسي. لا بالعكس كنت مفكر انه العشا على شرفنا ما كنت متوقع اشوفكم. هادي طبعا العشا على شرفكم انت وريما. أكيد بس ما يكون وجودنا كمان زعجك يا هادي. لا أكيد لا خلينا نمشي. منى عملي لنا قهوة لنشرب نحن والعرسان قبل ما يفلوا. أكيد تكرم عينك حبيبي. يلا قومي هنا بحبيبتي قومي خليني نايمة قولي لهم بونسوار. بونسوار. سوار مصلحتك بتهمني. اترك لي ايدي. هلا لو انا جوزتك محل هيدا الغيور ما كان احسن؟ ما بتحكي هيك عنه، هيدا جوزي. ليش هالقد متعلقة فيه؟ حبيته، بحبه. شو هالحب السريع؟ ما صاركم بتعرفوا بعض أكثر من شهرين، إذا كل علاقتكم من وقت ما تعرفتوا على بعض لحد ما تجوزتم أخذت أكثر من شهرين، شو هالحب؟ إيه وشو زعجك أنت؟ ما عم بفهم. مزعوج لأنه كنت أعمى وصرت إشعة، إشعتك مؤخر. لا، لا عن جد جنة. لو طلبتك قبل كنت وافقتي؟ تعرف شو؟ صرت عم بحس انه ما رح هدي يتضايق منك وانا صرت عم بتضايق منك. بس ما جاوبتيني. لا انور اكيد لا لانه انا بعتبرك خيي من زمان بعتبرك خيي وانت قرابتي. خفت تصيري خادمه لام العمياء. فشلت. تفو عليك تفو عليك انك هيك بتفكر. بموت فيها لعمتي
ومستعدة أنا أفديها بعيوني. فيك تفديها بس مش بعيونك، فيك تسحب قرشين من هيدا الغني اللي اتجوزتيه لنعملها العملية. بس بدك تسحب قرشين من هالغني اطلبهم من هالغني مش من مرته. اه قرب ايدك بليز راسك انا بكسر وبمحيك بالوشوت تقرب على مرتي شو فهمت؟ يلا مشيت خلصيني يلا مشي طب روح شوي هادي شو بدي احكي ولا كلمه خلصيني يلا هذا يفهمني شو عم بيصير شو في خلص ما بعرف خلص تركوني بتعرفي شغلي؟ ما بعرف ليه تعلقت فيكي هالقد. أو لك الغربة؟ لا أو ليه؟ إنه أنت ما بتشبهي ولا بنت من كل البنات اللي عرفت عليهم بحياتي. كم بنت مخبرة هالخبرية؟ لا عندك شك فيه؟ شو قصة عندي شك؟ العلاقات اللي بتصير بسرعة بتخوفني وأنا شو بأكد لها شي؟ عم بتشك فيي؟ ريما أنا بشك بحالي كتير منيح ركين برافو خليك لحالك ليش ما بتفهميني؟ بحب مزرعته لأنوار أبداً بحس إنه فيني أقتله قد ما بيقهرني حياتي أنا كمان بحب مزرعته وصرت مفسرت له مليون مرة بس هيدا ما بيبرر إنك هيك تبخاني قدام الناس وتهيني وتفش خلقك فيي لا لا أنا ما بسمح لنفسي يهينيك أنا وياك صرنا شخص واحد وعقل واحد وتفكير واحد لا ريما أنا بحبك اللي بيحب التاني مش هيك بيتصرف معه هادي انت ما تركت لي مجال دافع عن حالي لك ما تركت لي مجال اقول لهم باي لاهلي كيف بدي برر لهم رده فعلك العنيفه شو بدي اقول لهم ما تلوميني ما تلوميني قلت لك انا بحبك وما بحب حدا يشاركني فيك حتى اولادنا ما راح يقبلوا يشاركوني فيك بليز تركني لحالي هادي شو تركني لحالي عم بقول لك تركني لحالي طلك لحالي تأخرت كتير هالمرة يا صبي هل قد أعصابك تعباني حتى نقزت هيك؟ كيف العروس؟ شو؟ عالسريع اكتشفت انها ما بتفرق عن غيرها مشان هيك ما بدك ترد عليها؟ مش يمكن ما بدي احكي قدامك؟ اذا بدك بسدي ناي ما جاوبتنا على سؤالي ما بتفرق عن غيرها ما هيك؟ تأكدت هلا انه كل جنس حوا مثل بعضه؟ انا مش ناطر هلا تأكد
انت زرعت لي هالفكره من انا وصغير ولا لا؟ كل شيء كان واضح قدام عيونك جدي. فينا ما نحكي بالموضوع؟ ماشي. ما خبرتني كيف العروس؟ ما في شيء خبرك اياه. ايه بس وجهك بيقول غير هيك. مش هيدا وجه هادي اللي بعرفه. بيظهر عن جد اصابك تعبانه. على كل حال اذا رجعت تلفنت ورديت عليها الا جدي بسلم عليكي وبقول لك مبروك. بتعرفي ليش طبعي عصبي وشكيك وغيور؟ هلا عم جرب اتغير بس هي ما بتعرف ليش طبعي هيك. نتخانق معظم الاحيان. لا 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 قصدي منتشارى يعني، بس انا عم بتغير يعني من وراها عم بتغير. ما تعتلي هم، انا بس هيك عم خبري. اللي بدي خبرك اياه هو موضوع تاني. ندى رجعت. روقي روقي، ما في شيء روقي، وحياتك رح ارجع سفرها، لانه انا مش راضي انه هي هون اكثر مني. مش راضي، ما تعتليها. وينك هادي؟ تلفنت لك امبارح ما رديت، توقعت منك تبعت لي مساج او واتساب تطمني وينك. مش مهم. كيف يعني مش مهم؟ امبارح منك مسرب على البيت وبتقلي مش مهم؟ اوكي ناطرتك. باي. بونجور. بونجور. وينو هادي؟ مين حضرتك؟ هو سألتك مين حضرتك؟ انت اللي مين حضرتك؟ جاي على نص بيتي قلي تسأليني مين حضرتك؟ نص بيتك؟ ايه نص بيتي. تفضلي قولي لي مين انت وشو بدك. يا جروحي